بكل مشاهدي الـ LBCI والـ LDC بحلقة جديدة من حلوة الحياة. مشاهدينا مثل العادة اليوم رح نترافق تحديداً مع زميلتي كارلا يونس وأنا إليس باسيل، مثل العادة مع محطات منوعة. رح نحكي تاريخ معاصر مع دكتور عماد مراد، رح نحكي فانك شوي مع لارا قليت، ورح نحكي أكيد تغذية مع ساندرا نخلي. البداية رح تكون من 25 كانون الثاني 2010، ذكرى مؤلمة جداً. طبعا بهذا التاريخ سقطت طائره اثيوبيه بعد دقائق من اقلاعها. رح نشوف سوا مشاهدينا او رح نستقبل من خلال هالذكرى اكيد برنامج جديد او مسلسل رح ببلش عبر شاشه الـ LBCI، رح نشوف مشاهد حصريه منه لشاشتنا، وبعدها بنستقبل الممثله نغم ابو شديد. كنت كل ما ضيعوا روح فتش عليه تحت المي. وانت تعرف ما اتصلي معه شي مره؟ يا عمي اكثر من هالغطسه اللي 23 سنه غطستها معه. هيدي غطسه العمر، احلى غطسه، عقبال المية ان شاء الله. امين يا رب. اهلا وسهلا فيك الممثله نغم ابو شديد بحلو الحياه. اهلا فيكم. يعني بعد ايام قليله رح يبدا المسلسل الرائع جدا، الدراما الرائعه الاحد ان الله راد. اذا الله راد هالمسلسل بتلعبي فيه دور اساسي. حابين نعرف البداية قديه جمع أو مزج بين الواقعية للمأساة الكبيرة اللي شهدناها كلنا بلبنان وبين متطلبات العمل التلفزيوني. هلأ أول شيء هي الأدوار كلها أساسية للحقيقة. يعني ما في دور أساسي، كلهم مهمين. فينا نفوته بخانة الدوكيو دراما. إيه، لأنه لح ينأخذ ونأخذ أشياء من الأرشيف، وهو نوع كمان كأنه من دوكيومنتير على الأشياء اللي صارت، ولح يستعينوا من الأرشيف وزادوا عليهم الدراما، يعني الحبكة الدرامية. أكيد في كتير من الواقعية، وهيدا هون كانت الصعوبة والخطورة طبعاً. كتير من الواقعية، بس تناول يعني قبل، يعني الحياة كيف كانت قبل ما يسافروا، وقت اللي قرروا يسافروا، السفرة اللي هي رح ينأخذ أكتر شيء من الأرشيف وشو اللي صار، ومن بعد ما تلقوا الخبر الفاجعة. ف يعني جرب توني بيضون الكاتب، بفتكر حكي عن شيء 10 عيال. أوكي. أكيد ما بيقدر يحكي عن الكل. أخذ كيف شي 10 عيال وعمل يعني المقابلات معهم، راح لعندهم زارهم، شايف شو أهم شيء حبين يقولوه طبعاً. وهم 10 عيال أكيد. تحديداً. ولكن كيف تم الاختيار؟ يعني بما أنه ذكرتي بس فقط 10 عيال رح نشوفها من خلال هالمسلسل، كيف تم الاختيار؟ أنا ما بعرف، لأنه الكاتب هو يعني بفتكر توفى صاحبه، كان كتير مقهور من هالقصة، وهو كتير صديق لألون. مشان هيك طلعت الفكرة. بفتكر مصطفى أرناؤوت وأمه اللي بيجسده بيتر سمعان، و الله يرحمه يعني مصطفى، وامه اللي بتجسد الاخت هيام ابو شديد امه لبيتر، والبي فادي ابراهيم. بفتكر هاي العائله هي اللي اذا بدك خلته يكتب عنه، يضوي على هذا. بفتكر كان صديق لهم او شيء، ومنها قال لشو احكي عن عائله وحده، بحكي عن عده عيال. ما بعرف كيف تم الاختيار، بس انه اكيد بعرف انه راح وحكي معهم واخذ اشياء واقعيه صارت معهم. بتصور واهم العائله ظرف. أكيد. ما هي بتصور لك العيلة ظرف. أكيد. هلأ الواحد كمان بحط، الكاتب أكيد بده يحط كمان من خياله، يعني الحبكة الدرامية أنت بحاجة شوي أنك تزيد من عندك أكيد. نعم. بس كانت شغلة كتير صعبة. هلأ رح نحكي تفصيلياً أكيد، وأنا بس حابة انطلاقاً يعني من دورك تحديداً نعرف أي شخصية جسدتيها، وهون ساعتها منفوت أكثر بالتفاصيل. أنا جسدت شخصية تقل عساف، مرته لألبير عساف الله يرحمه الغطاس. نعم. المعروف واللي كانوا كلهم حاطين اماله عليه، هن من البترون. يعني وقت اللي وقعت السياره كانوا اكثر شيء متاملين هي العائله انه يرجع الغطاس، لانه هالقد عاش بالبحر، مآخى البحر وعايش فيه وبيعرفه وانه منه وفيه. بس انه اكيد مع اللي صار، يعني هالضغط اللي صار بالسياره فوق قدرات الانسان والعاصفه اللي كانت موجوده اذا بتتذكري، أكيد يعني اكيد شيء ما رح ننساه بحياتنا.
طيب بما انه لعبت دور زوجته لالبير عسال اكيد تعرفتي على العائله زرتيهم كذا مره، هون خبرينا التفاصيل، يعني قد ايه كان هالشيء ضروري لتاديه الدور؟ رح نشوفه اكيد بشكل رائع ان شاء الله يا رب، يعني انه كان يا ريت فيه كان جسد غير هالدور يعني بشكل فرح مش حزن وتكون حقيقه. اكيد رحت تعرفت على تقلا وتعرفت على امه لالبير، بس بسرعه كثير حسيت انه يعني بفتكر شغله كثير بدي اياها اكيد طبعاً. مش حابه احكي عنها. كان في رفض؟ لا ما بالبداية. كان في رفض انا معي، لا ما بعرف مع الكاتب اذا اول شيء يعني فكروا بالموضوع قبل ما ياخذوا القرار او تردد اذا فينا نقول بس طبعاً. ما هي كمان تحيه لارواحهم، يعني شغله حلوه انه كمان حدا يتذكرهم بهالطريقه. نعم. فوقت رحت وحكيت معها قعدت ساعات عندها، اول شيء مره بتجنن، عندها ايمان كثير حلو وبسيطه ومتواضعه، ومع هيدا وكله في عندها ابتسامه. قعدنا حكينا، حكيتني عن ألبير، حكيتني عن اشياء كثير يعني خاصه، وفي اشياء انا قلت له اياها لتوني بليز اذا فيك تزيدها لانه هيدي بتعطي شيء هيك صدق اكثر واقعيه اكثر، وفي اشياء زيادة. نعم. بكينا سوا للحقيقه، بكينا سوا وتبدلنا الاشياء، حكينا عن ما ورائيات، حكينا عن الموت، حكينا عن الامل، حكينا عن هالصعوبه بانه الواحد يتحمل وهالعاده اللي ما مش قادره تتعود انه ما يكون موجود، وعلى الصدمه لهم ولاولادهم، يعني الاولاد قديش كمان تاذوا. اكيد. وعشت بالكادر اللي هو كان عايش فيه وببيته، هيدا بنبقى بنحكي فيه بعدين اذا بدي بتصور هيك لانه دائما نحن مسبوقين مع الوقت. تفاصيل اكثر عن الدور، تفاصيل اكثر عن وداعا تحديدا اللي الكل ناطر بانتظار يشوفه عبر شاشتنا، شاشه الـ LBCI. ولكن هلا رح ننتقل عن زميلتي كارلا حتى نتابع حلقه حلو الحياه. لإلك كارلا. يعني أنا كمان بدي رحب بجميع المشاهدين وبدي رحب فيك إليز وبضيفتك يعني الممثلة نغم يلي كتير منحبها. عم تحكوا عن موضوع جدا أليم، تنذكر وما تنعاد هذه الحادثة يلي كانت مؤلمة على كل الشعب اللبناني، والله يصبر كل أهالي يلي فقدوا أصحابهم بالبحر. تعال نرجع لفقراتنا، وبهالفقرة رح نحكي عن موضوع بهم النساء والرجال، لأنه البطن والكروش والدهون يلي منشوفها أكتر شيء بالصيفية ومنصير عتلانين هما عند الحال اختصاصية التغذية ساندرا نخلي نتسابلها سوا. ساندرا نخلي أهلا وسهلا فيك معنا بحلو الحياة، حسي حالي بكل هالفكرة بيلعب بطنك الوقت أنا. يعني فكرة دقيقة للصراحة. الكروش يعني بس نقول كروش دايما بنحكي عند الرجال أكتر، ولكن أيضا النساء بتعاني من هالأمر، مزبوط ولا لا؟ مزبوط. هيدا الشيء ذكرناه بس بلاشنا الحلقة نهار الثلاثة، وإنه هو عندهم الرجال تندانس أكتر يعملوا يكتسوا دهون بمنطقة البطن بسبب الهرمونات الذكورية. أوكي. أما النساء من بعد عمر 40 سنة لأنه بصير في تخربط بالهرمون كمان ببلش عندهم تندانس يصير عندهم تكدس دهون بمنطقة البطن. عم نحكي نحن على الهرمونز التستوستيرون وهيدول يلي بيكون بيفرز عند النساء من بعد السن الأربعين، وبيوت الاستروجين عندهم. أوكي. هيدا الشيء بخليهم يجمعوا اكثر دهون بمنطقه البطن، يعني بنصير الابل شيب نحن مش النجاسه. مزبوط. هيدول بعرفهم يعني الابل شيب اللي هي نحن بنبرق يعني الدهون بتتكدس على البطن والنجاسه اللي بتتكدسوا. اوكي بالأمر. لكن خلينا نحكي اول شيء شو الحلول مشان تنخسر هذا الدهن الزايد على البطن. هلا تنهينا اكثر، خلينا نبلش بشو يلي معقول يسبب. يعني هي مثل خلينا تكون هينه لنا ونفكر على طول انه نحن ما تتكدس الدهون عنا. أوكي. في شغله بدنا ننتبه، ثلاث اشياء بدنا ننتبه عليهم. نعم. شغلتين حكينا عنهم هذيك المره اللي هن الترانس فات، نبتعد عنهم على طول، والالكول. ثالث شغله اليوم رح قسمت الاكل على اساسها هو معدل الانسولين بالدم، لانه الانسولين بس يعلى عنا بالدم هذا الشيء يعني اذا بدك بيعطي سينيال لجسمنا انه جمع فات. فبصير عندنا ستورج اوف فات. فمن هيك هلا اليوم قسمت الاكل على هذا الاساس. يلا. واذا بدنا نبلش نحكي شوي بدنا نركز على كل شيء ابيض، سكر. السكر لانه بيعلى السكر بالدم، دونك الانسولين رح يعلى بالدم، وهذا الشيء بيعلى بيعمل بيك. نعم. هيك ما بنكون نحن عم نريجليج الانسولين، من هيك كل شيء سكريات وحلويات والسكر الابيض بدنا نبتعد عنه. الشيء الثاني اللي بنلاقي فيه سكر سريع بفوت على الدم هن المشروبات الغازيه،
كمان بنجرب نستبدله مثلا بعصير فواكه ما يكون اكيد ادد شوجر او نحن عاملينه بالبيت. نعم. هلا تنفهم شوي الفكرة أكتر كارلا، خلينا نحن على طول بنسمع بنقول كومبلكس كارب وسيمبل كارب. لا هلا ضيعتينا. ليه؟ رح أفسر لك. أوكي. كرمال نحن نجرب نعدل الأنسولين بالدم، بدنا ناخذ الكومبلكس كارب، ليه؟ لأنه بالكومبلكس يعني السيمبل كارب هن السكر العادي يلي بيكون بالحلويات، السكر الأبيض اللي يلي شفناه نحن هلا على الشاشة، أوكي. أما الكومبلكس كارب بدنا نتخيل نحن ليش سهل امتصاصه شوي شوي بالجسم، لانه مثل حبله ومربطه كثير، دونك جسمنا بده يفك الربطات ليرجع يمتصها. اما السمبل شوجر هي حبله منها مربطه، فدغري بيمتصها جسمنا بيعلى الانسولين بسرعه. اوكي، فمن هيك نحن كل شيء ابيض، يعني الطحين الابيض، الرز الابيض، المعكرونه البيضاء، على طول بنشجع ناخذهم اسمر او ناخذ الخبز قمحه كامله. هدول السمبل كاربس. هول لا، اذا اخذناهم قمحه كامله صاروا كومبلكس كارب. أوكي. لانه مع اليافه والكاربس جوا معقدين اذا بدك، دونك صار صعب جسمنا يمتصهم بسرعه، بيمتصهم على مهله، بفوت السكر شوي شوي على الدم والانسولين بضل مرقلش بالدم. اوكي، وبدنا ننتبه بس نشتري الخبز على التسميه، يعني اسمر مش يعني قمحه كامله، وسبع حبوب مش ما هن ضيعونا يعني عن جد صار في كذا نوع مزبوط. خبز اسمر من هيك، وهيدا بلا سكر وهيدا بلا ملح. الأسمر كارلا هو مثل الرز الأسمر إذا بدك، يعني الخبز الأسمر شايلين القشرة تبع القمحة بس مش عاملين لبولش تبيض. فنحن ليه بنقول نروح على القمحة الكاملة؟ لأنه مع القشرة تبعها كمان. أوكي، وإذا كان في سبع حبوب مش يعني الخبز معمول من سبع حبوب بس مش يعني هو قمحة كاملة، بدنا ننتبه إنه السبع حبوب كاملين. والشوفان يلي الكل هلا بيركض عليه، كمان لأنه بينعمل من حبته كاملة كمان كتير منيح، يعني هو كل الأشياء فيها ألياف والكاربس بقلبها معقدين. نعم. فبنمتصها شوي شوي. أوكي. بدنا ننتبه على الفاست فود والفرايد فود لأنه فيهم كتير ترانس فات، ونحن قلنا هذيك المرة الترانس فات مش بس بيأذينا، بفك الدهون من غير ما تروح بالجسم وبحطهم بالبطن. أوكي. فهيك عم نزيد أكتر الخطورة كمان نصاب بأمراض يعني نعرف الشحم بس يتكدس هون، يعني صار في ضغط على القلب. صح. يعني كله بيكريك صار الثدي. وفي شغلة يمكن ما بننتبه لها عم نكلها كتير، هن الكورن فليكس. هون بدنا ننتبه. بس لحظة بدي وافق عشان كانسر الثدي. مزبوط. لا هاي اول مره بسمع. هاي دراسات فرجت انه حكيناها كمان نهار الثلاثاء عن كانسر الثدي، عن السكري. راح علي حلقه الثلاثاء بس لاني ما كنت موجوده. راح علي كل المعلومات. اوكي، لكن اذا قلتي لكن هلا تحت الهواء بخبريني. اوكي تكمل لك. وهلا بس كمان كنت احكي عن الكورن فليكس، بدنا ننتبه يعني نحن اللي عم بيصير عم نجيب علبه الكورن فليكس وعم ناكل من العلبه، ما عم نعمل كنترول على البورشن اللي عم ناكلها. دونك هون اذا عم ناخذ اوفر كونسومشن للكورن فليكس، يعني نحن عم نعرض حالنا انه نعمل بطن اكثر، مش يعني ما ناكل كورن فليكس بس ناكلها بمعدلات. أوكي. يعني نحط كب وناخده. وفينا نحكي كمان عن الحليب ومشتقاته، ونجرب على طول نتوجه ناخذهم لو فات. أوكي. مش اذا حاطينه بالكاتيجوري تبع الاكل اللي معقول يعملوا بطن يعني ما بناخده. هلا رح نشوف، لانه فيه كالسيوم الحليب ومشتقاته. والكالسيوم هو امبليكيت نقدر نحن نكسر الفات بالجسم. مزبوط. دونك هو كثير اساسي نعمل ميتابوليزم للفات. هيدا بالنسبه للمأكولات. اوكي، كيف بدنا نخسر هلا كمان بالتمارين بالاكل؟ وما بعرف شو جايبت لنا قصص معك اليوم كمان، ما بتجي ايدها فاضيه مزوقه. بتثاقب بتكوني انت كمان مزوقه. اوكي، هلا قبل ما نحكي عن الاكل في شغلتين مهمين بدنا نحكي عنهم، الستريس والنوم. لانه الستريس بيعلي هرمون الكورتيزول يلي بخلينا نجمع دهون بجسمنا، ومثل بيقلنا نروح على المأكولات الغنيه بالسكر والدهون. اوكي، هي بدنا ننتبه لها. والنوم، لانه سبع ساعات من النوم فرجت انه عم بتخسر أشخاص من الويست لاين طبعاً أكثر من أشخاص ما عم بيناموا. بس هو الميتابوليزم أصلاً بيشتغل أسرع بفترة النوم. هو بالليل بالنهار نفس الشيء. نفس الشيء. نفس الشيء. لأنه ما بعرف، أنا قريت دراسة إنه بيضعف الإنسان كل ما هو عم بينام أكثر. إيه، هيدي هي إذا عم ننام مدة سبع ساعات. أوكي. أنا استذكرت قصدك نحن ونايمين عم بيحرق أكثر. إذا نحن كنا، ما هي الدراسة فرجت إذا نمنا سبع ساعات مع أشخاص تاني عم ياخذوا نفس الوحدات الحرارية بالنهار كانوا عم يضعفوا اسرع من تاني اشخاص. واذا بدنا نحللها شوي كمان لوجيك، ما انه الاشخاص اللي بيكونوا نايمين تاني نهار ما بيكون عندهم ستريس، بيكونوا حاسين حالهم شوي مرتاحين، غير الاشخاص بيكونوا مزبوط، غير الاشخاص بيكونوا ما عم بيناموا وعندهم شغل تاني نهار ومش عارفين شو بدهم ياكلوا. أوكي. وبيتوجهوا على سناكس سريعه.
بدنا نفكر على طول مثل ما حكينا ناخذ قمحة كاملة. هلا هون البوب كورن، البوب كورن مثلا فينا ناخذه سناك مطرح الشوكولا او التشيبس، اوكي، ومش يعني مش لازم ناخذه تما ننصح بطننا، لانه البوب كورن قمحة كاملة. دونك نحن بس نعمله عم ننبسط لان فينا ناكل بوب كورن، وفينا ناخذ تقريبا هيدا الكب هالقد منيحه. اوكي كسناك بيكون كتير منيح. اوكي وليك القشر بقلبه جوا يعني. بس كيف بنحضره يعني؟ في اشخاص بيقولوا بلا زيت يعني ولا حتى مثلا انه في مش فينا نحط ملعقه صغيره بس نحن مش بحاجه قطنة مع زيت ولا لا كمان ما بيصير او نرش مثلا بس مش بحاجه يعني بدنا فينا نرش رش صغيره او نحط ملعقه صغيره بس هو مش بحاجه اذا نحن عم نعمل بطنجره ما بتلزق. والبيض اللي شايفينه قدامنا هلا، البيض بما انه فيه فيتامين بي 2 كمان بيسرع انه نكسر الدهون. مع التونه اللي فيه اوميجا 3 بخفف لنا من هرمون الستريس، والزيتون اللي هو الدهون المشبعه اللي بتخلينا نحس بالشبع وما ناكل وجبات حيلا. اوكي هولي انا جمعتهم كلهم مع بعض بصحن واحد مع زيت زيتون وعملتهم مثل سلاد كرمال فينا ناخده كعشا تقريبا فيه 250 وحده حراريه. اوكي دونك هيك بنكون نحن عم نتعشى وعم مهم نحس حالنا شبعانين. ما هذه في شغله عن البطاطا، البطاطا عاده بنعرف انه هي بس نسلقها بتصير تفوت بسرعه على السكر تبعها على الجسم. دونك في الدراسه فرجت انه لازم نسلق البطاطا نسقعها وناكلها مسقعه، بهيدي الطريقه بيرجعوا النشويات اللي بقلبها بيتعقدوا كارلا وبكون عم ناكلها كانه عم ناكل شيء قمحه كامله نحن. والله والسناك الثالث اللي كمان فينا ناخده اللي غني بالدهون المشبعه هن الالمندز اوكي واللوز وبذر دوار الشمس. بذر دوار الشمس تقريبا هيدا السناك بتشوفيه يمكن قليل بس اذا بتاكليه كثير بحسسك لا بالشبع. انا باكل كل يوم بس عاده هيدو الدوار الشمس بيقولوا بيعمل فقر دم وبدوخ، مظبوطه الخبريه ولا لا؟ لا كل العالم تعرفها هاي. لا اوكي يعني بياكلوا كميه اللي بدهم اياها مش اللي بدهم اياها لانه ما بدنا ننسى انه هيدا زيوت يعني هيدي الكاسه كسناك فيها تقريبا 165 وحده حراريه، 20 حبه لوز مع معلقتين كبار دوار الشمس. نعم فينا ناخذهم كسناك بيكونوا كافيين بس ما بدنا ننسى هيدا كله الاكزرسيس. اوكي يعني لكن على السريع كليساندرا لانه عن جد هم الوقت لازم نعمل سبور وحيلا بس ما نركز على المعده اللي بنعملها، نعمل شيء كارديو او ايروبيك وحيلا كايند اوف سبورتس نحن عم نغير حركتنا فيه. يعني اللي بيشتغلوا يقوموا يشتغلوا على الواقف، في دراسه فرجت انه رح يخسروا من برمه خسرهم 3 سنتيمتر بعد اسابيع. فهيدا لفت انه نحن نعمل شيء جسمنا مش معود عليه. أوكي. اول فتره رح يكون عم بيستعد. لكن اهم شيء نحافظ على اكلنا والتمارين، ما بنعود بننصح ولا بنعود كمان يكتسوا الدهون حول البطن عند الرجال وعند النساء ايضا. ساندرا نخلي اهلا وسهلا فيك وبتشكرك على كل المعلومات وثانك يو لانك ما بتجي ايدك فاضيه هلا بتسلف فيهم على البريك. ثانك يو كارلا. اهلا وسهلا فيك. مشاهدينا رح نختم هذه الفقره قبل ما نروح بريك بتحيه كثير كبيره للمؤلف الموسيقي وعازفه القانون ايمان حمصي يلي غادرتنا وغادرت الحياه امبارحه. ريبورتاج خاص عنا. أكيد ما نسيت شيء؟ معقول بدي أعمل تشيك أب من بعدك أنت يا ستة ألا؟
بتكوني هاني لست الستات. ايه كلنا بننسى الا انت. مرسي يا حبيبي، الله يوصلك بالسلامه. برحب مجددا بالممثله نغم ابو شديد بحلو الحياه. عم نشوف كنا كمان مشاهد حصريه للال بي سي اي عن وداعا. اللي بيطرح نفسه سؤال، بيطرح نفسه تصور بنفس الاماكن اللي عاش فيها الضحايا او باماكن مشابهه لبيوتهم يمكن او ل اول شيء لازم نقول انه احكينا عن الكاتب توني بيضون، المخرج يوسف شرف الدين، مزبوط، وانتاج فينيكس بيكتشر. كان مفروض يتصور وهي كان بدهم انه تتكون الشغله أكتر واقعيه اذا بدك، بس وقت اللي بلشوا يصوروا ويشوفوا انه بلشوا بمشاهد ببيوت وبلشوا يصوروا فيها، شافوا انه كثير الاهل عم يتضايقوا، يعني انه الواحد بيفهم هالشيء انه عم يرجعوا يشوفوا الشغله عم بتصير قدامهم، والبكي والنحيب وكيف تلقوا الخبر كانوا عم يرجعوا يعيشوا المأساة، عم يرجعوا يعيشوا يعني نفس اللحظات. اكيد. ومش انه مثلا نهار تصوير، هن نهارين ثلاثه اربعه بيكون بالبيت، يعني شوي العبء كبير عليهم وهيدا بتفهمه. ففي منهم قدروا يصوروا عندهم بالبيوت بس شافوا انه عن جد تضايقوا، يعني كانت بتعرفي لفتتي لنظري انه غريب الاهل كانوا عم بيكونوا موجودين. ايه؟ هلا اكيد هي بيوتهم، اكيد، بس في كثير ناس بيسلموا بيوتهم يمكن وبينتقلوا لاماكن اخرى ما بيكون خصهم يمكن بالتصوير. ايه بس هون بفتكر لانه هن قصد اكيد، يعني انا ما كانت، لان انا ما صورت ببيت البر عسل، كان مفروض نصور ما عاد صار. بفتكر عم بيكونوا يعني إذا بدك حشرية وحابين يشوفوا شو بده يطلع وكيف عم بجسده وإذا مزبوط مثل الواقع وهيك من باب عرفت الحشرية، وإنه يعني يشوفوا كيف بده يطلع، يعني مزبوط، إنه كيف بدها تكون الشغلة. هلأ نحن كان مفروض إن نصور ببيت ألبير عسال، بس رجعت يعني رجعوا ارتقوا انه تقلى مدامته زوجته وامه والاولاد انه بفضلوا لقى، لانه كثير رح يتضايقوا، رح تكون صعبه انه اربع خمس ايام عندهم رح تكون كثير صعبه، مش حابين يرجعوا يعيشوا. هن اكيد ما نسيوا بس طبعاً مش حابين يرجعوا يعيشوا هالمعاناه هيك هالقد قريب. بس انا في شغله بقولها انه لو صورنا بالبيت بفتكر كمان كان عطى اكثر للاحساس. طبعا اكيد كان عطى اكثر للاحساس لانك انت عم تصوري بالمكان اللي هو موجود فيه، عاش يعني فيه، مثلا في مشاهد فيه. تنقول بالاوضه عم بوعوني تيقولوا لي الخبر انه بكون نايمه بتخته لألبير عساب، عرفتي عسال انه مثلا وين كان قاعد، وين كان يتروق، وين يعني بتكون عايشه باجواءه. بعدين الديكور تبع البيت انه انا وقت رحت شفت انه لان هو كان عم يقدر عم ياخذ اشياء وقت كان يغطس، عنده اشياء مجمعه اثارات واشياء كان يلاقيها بالمي وكله مصمودين ومحطوطين، كان حلو نصور لانه هيدا عن جد جو وجو الغطاس. وطبعا هو رح صورنا اكيد مش موجودين، يعني ما قدروا ينقلوا الاشياء في هالشيء. إذا بدي أسألك عن الدور، يعني هيدا الدور شو بيختلف عن الأدوار التي قبل؟ هيدا دور حقيقي، يعني أنت عم بتجسدي شخصية موجودة هلأ آنية عانت وبتعرفيها، مش أنه عم نحكي عن قصة مظبوطة وصارت بنسمع عنها وصارت بالتاريخ وعم جسد هالشخصية. أنا هلأ عم بلعب دور حدا موجود، حدا عينه قدامي وحدا أنا شفته وتعرفت عليه وشفت الكارثة اللي صارت معه. ولكن يعني نغم حسيتي هون في صعوبة أكبر لأنه هالشخص موجود وهالشخص رح يقيم ورح يراقب ورح يقارن قدي أنت قريبة منه. مزبوط. قدي حسيتي بخوف، صعوبة بالمسؤولية اللي هلأ هو بالكتابة كمان، هو كمان بده يكون في صعوبة بالكتابة تشوف إذا مزبوط قدر يجسد اللي هي قالت واللي هي حب توصله. وأنا بالأداء بس هون منه مطلوب منا انه نكون نشبه الشخصيه اذا بدك فيزيكما بالخارج، بالخارج مش هيدا جسدية. المطلوب انه توصل الرساله وتوصل المعاناه وكيف كانوا قبل عايشين وكيف تلقوا الخبر، يعني وتحيه لارواحهم. بس انه ايه بصير اقول يعني انا سالتها اصلا كذا شغله انه انت كيف تلقيتي، كيف هيك، كيف شوي على القليل طريقه لبسك سامبل او لا، كيف يعني بس هيك نقط صغيره بس ضروريه. اكيد ضرورية. اكيد بس انه ايه بحس بالمسؤولية كيف انه لأم يمكن هي هون عملت اكثر بكثير من اللي انا عملته او يمكن انا كثير عملت اكثر من اللي عملته، بس على كل إن بعرف انه كنت صادقه وكنت كثير عم فكر فيها. هذا الاهم اكيد، والمعاناة كانت جايه عن جد من جوا قد ما فيي، يعني قدرت
بعيد من هون حط حالي محلها. بعد وداعا بشو رح نشوف نغم ابو شديد؟ في شوارع الزل اللي عم نصوره هلا، كتابه فيفيان انطونيوس ولورا خباز، واخراج الي معلوف، وانتاج فينيكس بيكتشر. رجعت لك البسمه دغري. سبحان شوارع الزل كمان عم نشوفه، بس انا حسيت مختلف عن الـ عن الـ عن اللي رح نشوفه قريبا على شاشه الله راد. بفتكر كمان على شاشه ال بي سي. هون احب اقول كمان انه توني بيضون الكاتب مثل بوداع عن كان سلفي اخذ دور سلفي، واولاده اثنين ثلاث شباب لعبوا كمان دور اولاده. يعني بتصور اللي رح نشوفه من خلالك تحديدا رح يكون كثير رائع. كل التوفيق لوداعا، كل التوفيق لك نغم ابو شديد. بتصور بيت فيه شعر ورسم ونحت وتمثيل، وبتصور رقص كمان. ورقص ايه، بنتي بتعمل هيب هوب وانا كنت ارقص ورقصه كمان مع رحبني. ايه كنت في من كله. كل التوفيق لك، كل التوفيق لك، وشرفتينا اليوم بحلو الحياه. يا هلا. مشاهدينا رح نروح كمان مره لكارلا حتى نتابع حلقتنا لليوم. The welfare area at home or at the office، موضوع جدا مهم رح نناقشه مع خبيرة الفنك شوي لارا قلت. اهلا وسهلا فيك لارا قلت معنا بحلو. هاي اشتقت لك اول انا كمان. لارا، يعني موضوع جدا مهم، الكل بخاف بس يكون عم ببلش بزنس، بس يكون عم ياخذ مكتب. هل يعني رح نتوفق؟ هل رح نفلس؟ هل رح نزدهر؟ يعني موضوع جدا مهم. الفنك شوي له علاقه بالمكتب اللي رح نبدأ. طبعا في كذا فاكتور لهم علاقه بالموضوع، من الفكره والايديا وال يعني قديش بنشتغل، قديش شغلنا جدي و hard working. بس طبعا الفنك شوي ما ننسى هو 33% من الاشياء اللي بتاثر يا ايجابيا يا سلبيا. اوكي. وبالفنك شوي كل اريا، كل منطقه بالبيت او بالافيس خاصه بانرجي وطاقه معينه. نعم. سو بندرسهم لهدول الطاقات. في منطقه مثلا خاصه بالصحه، في منطقه خاصه، يعني كل منطقه خاصه بشيء. هلا بدنا نحكي عن المنطقه اللي خاصه بالويلث اللي هي المصاري. اوكي. وهذا ببرر ليش امرار في ناس بينقلوا على شغل جديد وبقفل السوق، او العكس بتلاقي محل مع انه امرار كثير متواضع بيبقى بتقولي يا الله بلش ايه بلش يعني. ايه بلش بمحل وبتشوفه شو كان وليكو كيف صار، ليكو كيف صار، لانه الانرجي تبعت المحل كانت كثير مناسبه معه. الانرجي تبعت المحل طبعا، والفاكتورز الاشياء اللي بتكون حوالين المحل بتاثر. بس هلا بدنا نحكي ان كيس واحد عم ياخذ محل او بيت، كيف يعرف اذا هذا البيت جود حيجيب له من ناحيه المصاري؟ عم نحكي نحن في بالتابلو هلا اذا بنلاحظ المنطقه البيربل اللي حد الحمراء، الحمراء نعم. هي الساوث اريا، المنطقه البيربل اللي حد الحمراء هي بتعتبر الويلث اريا، هاي اسمها الباجوا بنطبقها على الفلور بلان. أوكي. بس هاي المنطقه هي الساوث ساوث ايست اريا بالبيت اللي هي انت ترجمه اذا بدي هو صعب لانه كثير في ناس عم يتشكوا من موضوع الانجليش. اوكي طيب يلا. اوكي ساوث ايست، هلا هلا بنترجمها يلا. اوكي سو الساوث ايست، ساوث ايست اريا اي ثينك جنوب شرقي. جنوب شرقي مظبوط. الجنوب شرقي بالبيت هي المنطقه اللي خاصه بالهي بالمصاري. وننتبه وقت نطبق الفورمولا اذا بنشوف الفلور بلان يكون يعني هاي نحن اذا نحن مثلا عم نعمل البزنس بقلب البيت تبعولنا بنحط المكتب هون، حتى لو ما كان البزنس بقلب البيت تبعولنا هيدا البيت هو كمان خاصه باهل البيت، يعني أوكي. لازم هاي المنطقه ندرسها كثير منيح من ناحيه الشغل، ندرسها بالبيت يعني عرفتي. سو بوث ويز بالجهتين لازم تكون هاي المنطقه عملنا يعني يكون عم بتطبقها بالمكتب، ممكن ونكون عم نطبقها بالبيت. اذا كانت مفقوده بالمكتب كثير شيء منه منيح يعني عرفتي. سو سام تايمز بنقدر نعمل يعني شو لازم نحط هونيك؟ ما هي السالفة خليني اشرح لك اياها على الفلور بلان بس لاخبرك كيف وقت تكون ميسينج. ليكي شفت نحن وقت نطبق الفورمولا تبعت الفانك شوي بدنا نقسم البيت او الاوفيس، هيدا اوفيس بنقسمه ل 9 جريدز. اوكي ولازم يكون اتس بيرفكت ريكتانجل اور بيرفكت سكوير. سو وقت طبقنا الفورمولا هون هي اسمها فلانك ستارز فورمولا، هي البيس تبع الفانك شوي، طلع معنا انه الساوث ايست اريا اذا بتنتبهي بلس الايست missing. So this is not good news. هذا الشيء منه منيح من ناحية الwealth area. هلا لو مساقبة انه هيدي المنطقة اللي انت شايفتيها فاضية هي garden بجنينة عندنا اياها دان نحن بنقدر نستعملها. بس أوكي. هون بهي الحالة مساقبة هي قفل، هي building مساقبة قفل الدرج اور سمثينج، يعني ما بنقدر ما بنقدر نستعملها. هلا definitely بنرجع ما فيك تقولي لهم
انه ما بنقدر نعمل شيء اذا كان اوريدي هن جايبينه، بس اذا كان اذا كنت انا عم بعمل كونسلتيشن قبل ما يشتروها بنصحهم لا. اكيد لا بالنهايه، بس اذا عندنا اياها نحن انت عاده بتقولي لنا كيف من اول منطقه، كيف من اول منطقه. هلا المشكله بهاي الاريا انه المنطقه كلها رايحه. أوكي. يعني عرفتي سو هيدي مشكله كبيره عنها. بس شو اللي بنعمل؟ بنركز على المناطق. في عندنا ارقام معينه وانرجيز معينه بندرسها بالفورمولا، بنجرب المناطق المنيحه بهيدا الاوفيس نعمل لها انرجايزنج اكثر من خلال الاليمنت اللي بنستعمله، المي الخضار الفاير اليمنت كله بنستعمله بطريقه نكون وير انرجايزنج. يعني واحد اذا مزبوط ما مشي شغله بمكتبه الجديد بمكتبه، هيدي من الاشياء اللي ممكن تكون دفنتلي، يعني اللي امرار بتلاقيها انه وقتها تكون تروحي عم تعملي ستاديز على بيت ليكي كارلا تافي، يوجولي وقتها تروح نروح نعمل كونسلتيشن بتحسي هذا البيت بيحكي عن اصحابه. يعني مزبوط. عرفتي وقتها نكون هيدا بتعرفي انه انه في هذا البيت مثلا فور اكزامبل حدا عم يمرض كثير او في هيدا من الاشياء اللي بتبين انه عندهم مشاكل ماديه كثير. عرفتي كله بيلحق بعضه أوكي. وكل اريا بتاثر على يعني بتاثر. طب انت هون لارا كفانك شو يعني شو بت اللي فيني اعمله هون انه اذا كانت كلها مفقوده وبنركز على المناطق الثانيه بنجرب نصلحها. أوكي. بس هيدا اسمه كيور مش حال. أوكي. يعني بنحاول نعالجه. طب وشو الحال؟ واحد ينقل دواء؟ لا ما فيك تقولي لهم كمان هيك وي تراي، يعني عرفتي بنحاول نعمل اساليب ثانيه من خلال انرجايزنج لمناطق تانية ونعمل اتراكشن نجذب نجذب الكاستمرز بطريقه معينه. Okay. بس ان كيس كانت منا كل الاريا رايحه نحاول قد ما فينا الاريا الباقيه عنا فور اكزامبل الساوث ايست قد نستعمل خشب وقد نستعمل مي. Okay. نحاول قد ما فينا نقويها. هلا في صور جايبتها كيف واحد في حتى لو كانت اريا صغيره عنده هون مثلا فور اكزامبل اذا كانت هاي الاريا هي مساقبه عنا بارت صغير من الساوث ايست بنركز على المنت الخشب. اوكي تلاحظي حاطين بلانت وحاطين هيدا بطريقه ما نعمل بلوكج ابدا لهي الاريا، يعني ما فيها تكون حيط مسكر. هون شفنا الستونز هون اكزاكتلي هون ستونز هون في ايرث اليمنت وفي جرينري انسايد وفي صور ثانيه هون عم نحاول نعمل انرجايزنج للمنطقه الباقيه من الساوث ايست اريا. اوكي هون مثلا المنطقه اللي باقيه هي منطقه صغيره بتحاولي قد ما فيك متقوية. احلى شيء وقت نقول خشب عامل الخشب انا بعتبره جرينري. هي الخضار لانه هيدا اللي بيعطي اكسجين هيدا اللي بينظف الانفايرمنت سو اول شيء بيخطر على بالي اللون بلانت اوكي لكن هيدا اللي بتغني هيدا المنطقه. أيوه. الموجوده اكزاكتلي هول ايدياز كيف في الواحد يزيد جرينري بطريقه حلوه معني يعني. كثير حلو انه اصلا كل واحد بيسمع يكون عنده هيك انه بطريقه ما ضروري بس الواحد يروح انه بنجيب بوزر يعني انه في طرق ثانيه بطريقه ما بتكلف ما في شك اصلا كل التبسه بيقول لك عم تعطينا اياهم ببلاش عم نستفيد منهم نحن والمشاهدين ايضا. اهلا وسهلا فيكي معنا لارا ليت بشكرك على كل المعلومات. مشاهدينا بريك اعلن ومن بعده منتبه حلو الحياه خليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا ومع فقراتنا وهلا بدنا نحكي عن Mediterranean Development Forum المنتدى التعليمي رح يصير بجامعة البلماند بالصيف المقبل ورح تخبرنا عنه أكثر جيسيكا حنا وآثار جبارة. أثار جبارة وجيسيكا حنا أهلا وسهلا فيكم معنا بحلو الحياة. عندكم منتدى كتير مهم رح يصير بالصيف بإذن الله. أول شيء جيسيكا يا ريت تخبرينا شو هو هالمنتدى. اوكي MDF Mediterranean Development Forum هو Concept Student Conference بيعملوه حول العالم. هو كناية عن منتدى بيحضروه أو conference بيحضروه تلاميذ كرمال يستقبلوا تلاميذ من حول العالم. نعم. أو من عدة دول. نعم. بجامعتهم. ويعني ميزة هالفورم انه التلاميذ بيكونوا محضرينه يعني اكيد. أوكي. تحت اشراف الاساتذة وهيك بس لا بيكونوا هن يعني شاغلين يعني انتم المشن والفيجن وكل شيء من عندكم انتم كتلاميذ رح تقوموا فيهم. اثار يعني الطلاب جامعيين بس اللي رح يقدموا على هذا المنتدى
ما في اساتذه ما في حدا يلي يحبين يمكن يشاركوا؟ اكيد نحن بنشجع يعني اكيد بدنا مشاركه يا ريت من المفكرين والعالم يعني الاساتذه هون بس بدنا اياهم يشاركوا كسبيكرز يعني يساعدونا هلا في بروجرام اكيد نحن عم نستضيف طلاب على 3 ايام يعني عندنا بروجرام من 8 ل 8 بالليل بدنا سبيكرز وديبيتس وركشوبس فكرمال هيك بنشجع اكيد اذا اساتذه بحبوا نحن بنحب كمان خليهم يحكوا بس هو مبدئيا للتلاميذ ليقدموا والنظام الطلب هو ابلكيشن يعني منه ريجستريشن يعني بدهم يعبوا الابلكيشن عندنا على الويب سايت اللي هو mdflebanon.org بس يعبوها على هذا الاساس بيكتبوا اساي واشياء واكيد نحن يعني انتوا عاطينهم تيم معين اوكي يعني على الاساس موضوع معين يكتبوا عنه في اساي بيكتبوا عن واحدة من المواضيع اللي هي يا انفايرمنت يا سوسايتي يا ايكونومي بس نحن متاكدين انه كل طلاب يعني جامعات لبنان انه كواليفايد اناف ليعبوها ويكونوا سيلكتد فعندكم الف من الطلبات راح تكونوا شو راح تصير هون جيسيكا بكون ترجعوا تغربلوا ايه طبعا يعني مش كل حدا رح يقدم رح نقدر نستقبله أوكي. يعني رح نتاكد انه الطلاب اللي جايين هن كافوقين يعني اكيد يمكن في كثير ناس كافوقه رح تقدم بس يعني كمان بدنا نركز اكثر شيء على الطلاب اللبنانيين واكيد رح يكون في طلاب من عدد دول مختلفه خبرينا من الدول اللي رح يشاركوا كمان من برا هلا اول شيء بالمبدا هو الاحد يعني المواضيع اللي رح نتناولها رح تكون بتخص منطقتنا الشرق الاوسط و شمال افريقيا شمال افريقيا مزبوط واكيد دول البحر المتوسط بس يعني اكيد كل حدا مهتم بهالمواضيع في يقدم يعني لو كان من غير يعني هلا يعني من اوروبا ومن غيرهم من المانيا من بولندا عم بيجينا كثير طلبات ومن ارجنتين لانه كمان انا كنت مشاركه بمنتدى اوكي يعني نشرتوا الخبر هلا امتى رح يصير المنتدى هو بآب حيكون ب 16 17 و 18 3 ايام ورا بعض لمده 3 ايام ورش عمل المنتدى اللي شو رح يتضمن على مدة 3 ايام هدول كلهم حابين نعرف عنه يعني هو مثل فيك تقولي انه عم نلتقي الثقافات مع بعض يعني الثقافات اللي برا مع ثقافات هون ودول عربيه ودول غربيه فكرمال هيك اكيد رح نعمل لهم اكتيفيتيز كمان تسلية غير انه بس تثقيفيه بس اكيد نحن هدفنا التنميه المستدامه لانه هو اسمه ديفلوبمنت سستينبل ديفلوبمنت يعني هون رح يكون في المشاريع البناءة اجتماعية اقتصادية وكيف نعالج القضايا اللي هلا عم تصير يعني بتعرفي التغيير بهالمنطقة واكيد بتهم اهل هالمنطقة واهل العالم جيسيكا رح تطرحوا سياسة يعني هو لا مش رح نطرح سياسة بمعنى يعني مباشر يعني اكيد البوليتيكال ساينس انتوا الربيع العربي شو عم بيعمل بال كاقتصاد وكانفايرمنت وك يعني كسوسايتي اوكي يعني كلهم مش سياسي يعني عم نعالج من طرق ثانيه يعني بتمنى لكم كل التوفيق جيسيكا حنا واثار جبارة بحب تضيفي شيء انا بس حبي بس ادعي تلاميذ طلاب الجامعات بلبنان وبالعالم العربي اكيد من حول العالم يعني انه يقدموا قبل 15 ماي قبل 15 أيار هلا لأنه هيدا ديدلاين تبع الابليكيشنز ونحن أكيدين أنه في كتير أشخاص كافوئين من لبنان ما في شك رح يعني بفتكر هلا من بعد ما ذكرت كمان أثار الويب وكمان وين فيهم يطرحوا الأساي تبعولهم خذوا لكم هلا على ميلي أنا وسهلا فيكم يعطيكم ألف عافية برجع لعندك إليز إذن رح نتابع حديثنا أنا صحيح يعني كنت عم ودك بطريقة أو بأخرى ولكن كل العالم عم تسمعني الموجودين بالستوديو وبالرجي أصاروا يعرفوا أكثر وخاصة أنه ما حكينا عن العائلة قبل ما انتقل لشق العائلة تحديدا هيام أبو شديد أختك عرفنا أنه موجودة كمان بوداعا النكتار كم هائل من المسين ما رح نذكر حدا طبعا طبعا ولكن هل مثلتوا قبل بمسلسل أو بمسلسلات إيه يعني نحن كنا عم ناشد فيها من زمان تا من سنتين مثلنا بمن كل قلبي كتابة طارق السويد وإخراج جو فاضل كان هود الصور يحني هيدا مشهد من المشاهد كانت أخذ دور أختي كانوا عطينا غير دور بس هي أصرت تاخذ دور أختي وكان لافت أنه كنا كتير قريبين من بعض وإن شاء الله يا رب بترجع هالتجربة بتتكرر أنه نكون قبل بعض بمشاهد وبمسلسل جديد التقيتوا بوداعا لأنه هون بوداعا لا ما منلتقي كل واحد قصته عظيم وإذا بدنا نحكي عن العائلة الخاصة بنغم أبو شديد الفنان الكبير رودي رحمة كيف تمضوا أوقاتكم يعني بعرف عندكم ناي ملاي وقتكم ولكن هيك شوي عن العائلة قصص خاصة كيف هواياتكم وين بتروحوا أنه هو هلأ مشغول كتير بشغله وعنده الجالوري بالإسباس دوميل جالوري رودي رحمة وعم بعمر أتوليه كتير حلو قديم كأنه قديم بتفكري أنه أتوليه قديم مرمم أتوليه مع هيك بيت صغير بقلبه تا يقدر يشتغل على راحته بلا ما يزعج حدا لأنه
لأن هناك منطقة هيك بتحسيها لوحدها وبين الطبيعة عم يعمل شيء كتير كتير حلو، فعم نقدر نشوفه بس أقل بكتير من قبل. الأحد أكيد دايما منكون سوا يعني مع العيلة، وهون عم نشوفه بصورة كتير حلوة. كانت ماي أصغر بس هون على عيدة كتير بيهتم ببنته، بجرب يلاقي الأوقات اللي بيقدر يهتم فيها. وهي بتروح معه على نهر الكلب، كتير بتحب تروح لهونيك تشوف يفسر لها شو عم يعمل، تهرول إذا بدك بالطبيعة. عرفنا انه بترقص، بس عندها ترقص بتغني بترسم بتمثل، وهلا عندها مسرحيه بينوكيو كمان لوفا 21 بتمثل بمسرحيه بينوكيو، عندها دور يعني اللي عم ينعرض على مسرح الألبرت ثياتر بسانت رينيه في انماري. بالفعل جميل كتير الصورة اللي عم نشوفها مع هيام أختك. يعني بالنهايه انا بالنهايه حابه اقول شغله كتير حزة بقلبي، انه هلا الله يرحمهم الشهداء راحوا، الله يقوي ويصبر أهليهم، بس بفتكر في شغلة ممكن بس تشفي غليلهم، هن إنه يا رب إنه يوصلوا على القليل يعرفوا ليش هيك صار. هيدا طلبنا إذا قضاء كلنا. أو قدر، إذا من البيلوت، إذا من العاصفة، إذا الطيارة أو إذا مفتعلة، ينعرف مظبوط السبب الحقيقي والتحقيق مظبوط يقدر يوصل للشي، لأنه هيدي الشغلة الوحيدة اللي ممكن تشفي غليلهم. وبهالمناسبة مازال عم نحكي مساقة بمأساة بمأساة، بدي بس انه تحية كمان لأرواح شهداء قانا. مجزرة قانا صارت مثل اليوم إلى 17 سنة. يعني المطلب اللي طلبتيه نغم هو مطلب كل اللبنانية، اللي صار أبدا جرح كبير، بتصور الله عطانا نعمة النسيان، ولكن هيدا الشيء ما رح ينتسى أبدا. أبدا. مرة جديدة بدي أقول لك شرفتينا بحرب الحياة، وكل التوفيق لك على جميع المصاعد. يا هلا يا هلا. مشاهدينا بريك ومنتابع حلو الحياة، خليكن معنا. عودة لمتابعة حلو الحياة مشاهدينا، امبارح آلاف المحطات التلفزيونية كانت ناقلة يعني تشيع مارغريت تاتشر، واليوم نحن رح نناقش مسيرة حياتها The Iron Woman مارغريت تاتشر مع الدكتور عماد مراد. دكتور عماد مراد اهلا وسهلا فيك بحلو الحياه. انا من امبارح عم وزع عليك انه ما نحكي عن مارغريت تاتشر، يعني امبارح كان الحدث الابرز. نعم. الاف الشاشات التلفزيونيه كانت مغطيه تشيع، وبنفس الوقت الملكه اليزابيث الثانيه كانت موجوده. صح. ايضا اول شيء في كثير اشخاص بس بيعرفها بالامراه الحديديه، ولكن ما بيعرفوا عن سيره حياتها. رح نبلش بسيره حياتها من وقت ما هي صغيره. مزبوط مزبوط. رح بلش بس بكلمه انه هي مدرسة للسياسيين، لازم تكون بالغرب وبالشرق. حلو. لو بيتعلموا منها بغض النظر عن سياستها بعدين ما هي كيف وصلت على الحكم. أوكي. بس نراقب بالشرق كيف هالمرأة وصلت على الحكم واستلمت منصب أعلى منصب ببريطانيا وما رجع حدا من بعدها. صح. هيدا هون لازم يكون عبرة لكل اللي بيحبوا يشتغلوا سياسة واللي بيشتغلوا أمور وطنية. نعم. مش أمور سياسية. أوكي. بالنسبة لتاريخها الشخصي، مارغريت تاتشر خلقان سنة 1925. نعم. تجوزت وجابت ولدين توم. صح. سنة 1947 أخذت ليسانس بالشيمي كيمياء، اشتغلت بدومين التعليم والتربية، كانت ناجحة جدا، مربية صالحة. سنة الخمسين بما أنه كل المجتمع بيحبها بشمال بريطانيا نزلت الانتخابات، كان عمرها 25 سنة وطلعت نائبة. حلو. سنة 51 تجوزت. كانت هون بلشت تشتغل بالشأن العام وصارت معروفة. تجوز سنة 51 مباشرة بعدها، يعني ما بتعود الكم سنة، صار عندها مركز بمجلس العموم لورديت. سنة 66 من بعد ما صار عندها نفوذ بحزب المحافظين، لأن هي بتشتغل سياسة وحزبة، عينوها مسؤولة عن معارضة حكومة العمال بمدومين التربية، بموضوع التربية. يعني كان موضوع جدا خطير بنفس الوقت دقيق. دقيق يعني. جدا.
والحلو بالدول المتطورة اللي بيشتغل معارضة بيخصصوا له موضوع معين يشتغل عليه، مش منعارض الحكومة شو ما قالت غلطت بشغلة، في مين بالمعارضة حسبها بيحطوا حدا بروفيشنال مشان حدا بالموضوع الخارجي، بالموضوع التربية، بالموضوع مش الطاقة، مش شو ما كان بنحكي مين ما كان بيطلع بيحكي مين ما كان بيعارض، يعني بيعملوا دراسة ليه بده يصير المعارضة على أساس ما هذا المزبوط. وكانت هي دراستها لتعارض حكومة العمال سنة 96 هي أول فشخة بالسياسة الظاهرة لمارغريت تاتشر. حلو. مارغريت تاتشر يلي هي مش أصلاً عائلتها تاتشر، لا جوزة، صح، هي عائلة روبرتس جوزة دينيس تاتشر، بس لأنه كمان جوزة ساعدها كتير قد ما كان فاحش الغناء، أكيد كانت تعتمد عليه ويعتمد عليها، يعني كملوا بعض وكان عنده نفوذ وكان عنده معارف كتير كبيرة. حلو بس الرجال هيك يسندها للأمرأة وكأكبر دليل، يعني لازم مزبوط. لازم إذا عقلته منفتحين ومتطور يأيد دور العمل للمرأة بالشأن العام، شغلة كتير مهمة. في شغلة تانية أدت إلى تطورها أكثر بالسياسة من بعد ما عارضت حكومة العمال بالتربية وتستلموا المحافظين الحكم، عينوها وزيرة التربية بين 70 و 74، أدت أداء رائع وطورت العلم، طورت المدارس، طورت التعليم العام اللي كتير من الناس العاديين بيلتجوا يعني له. بس فاتت بأقل ديتيل وقتها بالتفاصيل، صح، يعني الحليب يلي عم بيتقدم للأولاد شو هو المناهج، رجعت عملت إعادة المناهج من جديد، تربية الأطفال كيف الطفل من فوت له بعقله انتمائه الوطني وانتمائه الإنساني، مزبوط. يعني بريطاني وهو تابع للكرة الأرضية، كان عنده نظام تربوي متطور جدا سابق عصره. سنة 70 فمثل ما قلنا وزيرة، سنة 75 طلعت رئيسة المحافظين، مزبوط. وكان هون بروزة عالميا ببريطانيا، بينت سنة 70 على الكرة الأرضية كلها، بين سنة 75 رئيسة الحزب المحافظين ببريطانيا، شغلة كتير كبيرة. أكيد. سنة 79 رئيسة وزراء، نزلت على الانتخابات حفظا مع الحزب كله، حققت نجاح باهر ووصلت لرئيسة وزراء. أكيد لفترة كتير طويلة، 11 سنة. هيدا الملفت، ملفت يعني ما ضلت 5 سنين أو 6 سنين، لا رجعت يعني حافظت على مركزها بطريقة كتير كبيرة وعلاقاتها الخارجية، صح. هلا في شغلة ملفتة مثل حضرتك قلتي على 11 سنة بقيت رئيسة وزراء، من سنة 1827 يعني تقريبا من 140 سنة ما في رئيس وزراء بقيت أكثر من 8 سنين، مزبوط. هي 11 سنة وكانت لازم تبقى الامرأة الوحيدة اللي اجت، وبعد اليوم ما في غيرها اجا على بريطانيا، وغير انه امرأة خاضت حرب ضد بريطانيا ضد الارجنتين، مزبوط. بجزر الفوكلاند سنة 1982 كانت ملفتة، بريطانيا بأوروبا عم تعمل حرب ضد الارجنتين بالارجنتين، مزبوط. قد ايه الواحد بده يكون جريء، بس هون صار في يعني افيك يعني مع ومين ضد، صح، وعلى حديد هلا يعني حفظوا لها اياها بقلبهم، صح. هيدي بتعود للسياسه الاقتصاديه اللي اتبعتها، يعني سياسيا كانت ناجحه جدا، دوليا وهلا لازم نرجع نتطرق بسرعه لها. بدي احكي عن علاقتها هي وريغن، رونالد ريغن. بدنا بس نقول انه بالناحيه الاقتصاديه كان بيقولوا انه عندها ميول للرأسماليين، يمكن لان جوزها رأسمالي، يمكن لان غني جدا، بس لا هي بتقول نحن بنظام رأسمالي، ما لنا نظام شيوعي، مزبوط. كيف بدنا نتصرف نبين انه نحن رأسماليين؟ بدنا ندعم التجاره الحره، مزبوط. وبدنا نحط ضرائب على الكل، على الاغنياء وعلى الفقراء، واللي عنده موهبة واللي عنده مصاري يتطور ويتقدم، واللي بيحب الخمول ويحب القعدة بالبيت ما له محل ببريطانيا. رح نعطيه طبابة وتعليم، بس ما فينا نعطيه كامل رفاهية، مشان هيك الناس انتقدتها. والعمال الضعاف واللي ما عندهم مناصب مهمة بالدولة وبالاقتصاد وبالتجارة انتقدوها كتير، بدهم يوصلون كل شيء على طبق من فضة. هني ذاتهم الأشخاص اللي امبارحة كانوا يعني موجودين تحت وبروتستنج، يعني وحاطين وجوه ماسكات وكاتبين شعارات ضد انه نحن مش زعلانين انك متي، وانت اللي قشطتينا مصريتها وقت كنت عايشه عم ترجع تقشطينا هن هلا بدفنك، لانه دفنك كلف حوالي 15 مليون دولار او 10 مليون جنيه استرليني، ما كربال هيك قاموا الايام انه كانوا ضد انه امبارح يصير في مع كانوا كان هودي كل الجروب بدهم انه تبقى الاداره العامه غير مخصصه، بدهم كل شيء يبقى بايد الدوله تهني يشتغلوا. أوكي. هي كانت تؤيد الخصخصه كمان، يا ريت ناخذ عبره منها كمان.
كمان بلبنان الخاص خاصة انت يا ريت نتخصص ونخلص نمشي على الطريق الصحيح لأنه قطاع الطيران والاتصالات والطاقة والغاز والنفط كله صار مخصخص ولكونه ماشي بأحلى عيشته ببريطانيا مشان هيك انتقدوها كتير. بدي أحكي كمان عن 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 الاتحاد السوفيتي كان إلى يد بالسقوط في الثلاثي هذه في عدة آراء في الثلاثي رونالد ريغان مارغريت تاتشر وجون بول دو البابا جون بول دو كان هودي ثلاثتهم كانوا ضد الشيوعية إلى أقصى الحدود ومارغريت تاتشر لم تتأخر ثانية دائما إلا ما تهاجم الشيوعية والاتحاد السوفيتي وكانت تتمنى قبل ما تموت تشوف ما بقى في ولا دولة شيوعية بالعالم لأنه نظام يضر بالإنسانية بيكبت الإنسانية بيكبت الإنسان إيه كان إلها كتير يد كبيرة أوكي. وهي اللي حررت بريطانيا من العقلية القديمة تبع ما قبل الحرب العالمية الثانية يعني قالت لهم للأمريكان رح ننسى أنه نحن زعماء بريطانيا العظمى التي لا تغيب عنها الشمس رح ننسى هالهوس اللي كنا فيه رح نحط ايدنا بايد الامريكان يلي هي قوة عظمى مستحدثة بين من ال 45 لل 75 عم نحكي وحطوا ايدهم بايد بعض حتى اسقطوا الاتحاد السوفيتي يعني اكيد بدعوات و جون بول دو يلي كان هو وتحركاته بالعالمية. اخر سؤال وعلى السريع كثير دكتور لانه دهمنا الوقت مين اللي عطوا اسم الامرأة الحديدية ومين أطلقها؟ عكس ما بيفتكروا كتار بيفكرين هني بلندن عطينا هي عم بريطانيا هني بلندن فاكرين بلندن فاكرين لأنه شخصيتها قوية هني وقت ربحت برئيسة حزب المحافظين بال 75 1975 عملت خطاب ناري وفاجع للاتحاد السوفيتي هددتهم وهددت الشيوعية ساعتها الصحف بالاتحاد السوفيتي وبموسكو حطت عناوين للصحف كلها أنه اجت امرأة حديدية مرعبة على الحكم ببريطانيا لأنه قالت لهم أنا طول ما أنا موجودة ببريطانيا ورئيسة وزراء بالحصير بدي سقط الشيوعية بالاتحاد السوفيتي وهيك صار ما في شك الله يرحمها بالنهاية وتكون عبرة للكل كامرأة حديدية وامرأة يعني بتعرف بالسياسة من الطراز الأول أهلا وسهلا فيك دكتور عماد مراد أهلا وسهلا فيك برجع لعندك إليز كارلا المسرح الجامعي له مكان كتير مهم بحلو الحياة واليوم رح نحكي أكيد عن مسرحية جديدة تحت عنوان الثنائي الغريب وبستقبل السورة شحيتلي وبيانكا أوتا أهلا وسهلا فيكم سورة وبيانكا بحلو الحياة هيدا عمل جديد بتصور رح ينعرض وين تحديدا بجامعة هو المسرح لجامعة هيغازيان بس رح ينعرض بمسرح بابل بالحمراء أوكي إذا نبلش معك صورة بتخبرينا عن هالمسرحية باختصار أكيد المسرحية بتحكي عن الطلاق هو موضوع شايع كتير حاليا هي بتفرجي كيف لما اثنين شباب يكونوا مطلقين وعايشين سوا كيف مع الوقت ممكن يتحول ليصير واحد مثل كأنه هو الزوجة والثاني العكس أوكي. بتحكي عن الصداقة كيف يكونوا الرفقة بين بعضهم كيف يتخانقوا كيف يتصالحوا عن أمور الحياة مثل الحب والطلاق أوكي بيانكا مين بيمثل بالمسرحية؟ مين الممثلين؟ هلا نحن كلنا تلاميذ ما في حدا في منهم تخرجوا اثنين تخرجوا والباقي تلاميذ currently هلا بدك اسامي يعني لا انه هل هن يعني تلاميذ صحيح ولكن بيدرسوا تمثيل ولا لا من لا كلنا تلاميذ بندرس كل واحد عنده ميجر تبعيته وهيدي باشن تبعيتنا شغف طبعا كل واحد عن جد حتى عندي كدرس وهيدا بس كلنا قد ما عندنا هالشغف بتخلي أكترية الوقت للتمثيل يعني اثنينتكم بتمثلوا بالمسرحية شو أدواركم تحديدا؟ احنا مثل مفاجأة يعني مثلنا ما بدكم تخبرونا؟ بنعطيك هيك اوكي هنت صغار بتعرفي شباب عايشين سوا لفترة طويلة هيك واحد منهم بيصير المرأة والتاني الرجال فما يضلون هيك هيدي المونوتونية لازم يغيروا جو هيك فبيجيبوا
بنات جيرانهم حلو كثير الموضوع جدا شيق. طيب مين كتب هالمسرحيه؟ مين اللي كتبها؟ هو المسرحيه لنيل سايمون، هو كاتب مشهور امريكي. هي المسرحيه بالاساس انعملت لبرودواي وانعملت ببرودواي كمان، ولكن هلا عم تنعرض بلبنان وانعملت 100% لبنانيه بتصور. ايه كثير يعني. اوكي اذا بدنا نحكي عن الانتاج الجامعي، هل عم بيكون يعني اذا فينا نقول هيك عم بيعذب ولا بالعكس عم بيعود عن شيء تاني عن محل تاني؟ هلا كل شيء في تحدي بالحياه اجمالا، بس اللذه بتصير بالتحدي. هلا نحن معنا مخرجه فعلا رائعه يعني زينب عساف. زينب عساف كثير كثير بتسهل علينا الامور، وهي فعلا انسانه كثير عبقريه انا شخصيا يعني. هيدا اول مره بتمثلوا سورة وبيانكا؟ يعني هيدا اول عمل لكم؟ لا انا ثالث سنه. ثالث سنه وسورة؟ هلا انا من زمان بس مبدئيا بهي قصدي يعني. شو تعلمتوا تحديدا من هالتجربه، وخاصه عمل كبير يعني عمل اجنبي عم يتجسد بريشه لبنانيه بممثلين لبنانيين، شو اضاف لكم؟ اول شغله روح الفريق فعلا، لان هي شغله كثير تعلمناها وحطينا تحت ضغط، تعلمنا كيف نتعامل مع الضغوطات المختلفه، وحتى كتجربه كثير لذيذه فعلا يعني. أنا من مالتي يعني عادة كنت مثل بالفرنساوي بالمدرسة يعني مش مهم، فهيدا كان يعني من 3 سنين أنا بالجامعة دايما plays و performances غير، ويعني بدك تشوفي العالم كيف بيصيروا يقولوا إنه هيدا جامعة وما جامعة، بتصير كتير تسمعي تناقضات يعني إنه منه شي مهم وما عم تعملوا شي، وبتصير تشوفي إنه تغيري الآراء تبع العالم. نرجع نذكر المسرحية توقيت تواريخ ووين عم تنعرض عن جديد. مسرح بابل. ايه بمسرح بابل بالحمرة، هي جمعة سبت أحد 19/20/21 نيسان الساعة 8:30 عشية. كل التوفيق لكم سورة شحيتلي وبيانكا أوتان. حضرتك لبنانيه ولكن وعندي الباسبور فرنساوي بس. واضح اهلا وسهلا فيكم، اكيد كل التوفيق لكم اذا الله راد. مشاهدينا بيروت ارت سنتر رح يعرض افلام من الستينات، منشوف سوا التفاصيل بهالروبورتاج. فيديو فينتج 1963-1983 من 18 نيسان لحديت 27 حزيران. هو معرض نحن جايبينه من مركز بومبيدو بفرنسا، هو انعرض قبل هلا بمركز بومبيدو، هو عبارة عن فيديوهات بترجع للستينات والسبعينات والثمانينات. هدول الفيديوهات هن أول أعمال فيديو صاروا تقريبا بكاميرا الفيديو مع فنانين مختلفين من كل بلاد العالم تقريبا. قرروا بمركز بومبيدو، طبعا نحن عنا كمان طبقنا نفس الشيء، انه يعملوا كل الستينج يعني كل القعده تكون مثل قعده بيت مع صوفيات قديمه وتلفزيونات قديمه وطاولات قديمه وكل الديكور اللي بيرجع للستينات والسبعينات والثمانينات. فوقت بتقعد تحضر هذا الفيديو بتحس حالك كانه انت عن جد بمود هيديك الايام، لتفوت عن جد بالجو وبالاحساس تبع هيدي الفتره من الزمن. وصلنا مشاهدينا لمتابعة حلقة اليوم من حلو الحياة وقضايا التأمين، دايما نتناولها مع رئيس مجلس إدارة شركة ITN الأستاذ توني نصور، اللي عنده لكل سؤال جواب وتوضيح. كيرلينك برنامج استشفائي من الغربة لربوع الوطن. إذا ما كنت بتسكن هون ومش مأمن بلبنان، كيرلينك بغطي الزيارة والإقامة من الطوارئ والعناية المركزة وغيرها. كيرلينك من ITN، عنوان للراحة والاستجمام. كيرلينك من ITN، عيش الصحة والأمان. أهلا وسهلا فيك أستاذ توني نصور كمان مرة بحلو الحياة، يعني من أهل البيت صرنا. نعم يصير كل مرة كمان. يا هلا سهلا. يا هلا. اليوم السؤال الأول هو عن درجات الاستشفاء، نحن نعرف درجة أولى درجة تانية درجة تالتة، هالشيء قد إيه بيأثر على المعالجة على المريض؟
الدرجات هي ما بتأثر بالمعالجة، لأن رح بيكون المستشفى وحدي، الحكيم واحد، الأوبريشن روم وحدي، غرفة العناية الفائقة وحدي، ما في شيء بيتغير إلا الغرفة الرومينج اللي هو بسموها الخدمة الفندقية بقلب المستشفى. هاي دي اللي عم تفرق. أنا والأسعار هون بتتضارب كتير بين الدرجة الأولى أنه غرفة بسرير أو غرفة بسريرين. الغرفة بسرير عم بياخدوها أنه هيدا الإنسان مرتاح معه مصاري، بياخدوا منه مبالغ كتير كبيرة، بس تريتمان واحد وغرفة العناية واحدة. واللي اللي غرفة بسريرين أنه هيدا الإنسان قد حلو، أوكي بناخد منه أقساط غير شكل. حتى بالعلاج مع المستشفى، مع الحكيم، مع كل هالأمور كلها بتتغير. أنا اللي بقوله للإنسان المهم هو الاستشفاء، إنه الإنسان يشفي من المرض. هلا الديكات صارت مثل ما بسموها نوفلتيز، إنه لاكشري لاكشري وريفر، مش هو الأساس بقى. بس أنا دايما بقول وبحبز يكون كل شيء بدرجة واحدة لكل الناس، لأنه الحياة واحدة والإنسان واحد والنفس واحد. أكيد هذا الأهم. أستاذ نصور، يعني تزرع بعدم التغطية بنسمعها كتير وكتير ناس، بس بشو يقاس تنفهم نحن والمشاهدين؟ لكن التزرع بعدم التغطية هي عم تجي مش لأنه الناس ما بدها تغطي أو هيدا بيرفض الطلب، لا مش صحيح. في شروط بالبوليسة إنه هالإنسان وقت ما عم تشتري أنت برنامج تأمين بدك تعرف الشروط تبعه. إذا بيعرف الشروط تبعه بكون بيعرف حلو إذا مغطى أو مش مغطى. اللي عم بيصير إنه تفاوت هالشروط التأمين والبرامج المتعددة وكلها مختلفة والمنافع مختلفة، هون عم بتصير هالتضارب والناس ما بتفهم ليش انت رفضتني وهيدا قبلني. لأنه هالإنسان عنده هالمنافع، هوديك عنده منافع أكثر، أو هودي عنده منافع أكثر وأكثر وأكثر وأكسترا. إذا بتلاحظي نحن دايما عم نطور البرامج تبعنا، مندخل كتير إشياء بتكون بعد مش نازلة على السيستم أو مش نازلة بعد بالضمان الاجتماعي أو بالوزارة. وزارة الصحة في كودات لكل حالة استشفائية عم نستلقيها أول بأول، ومنحاول منحطها على السيستم بانتظار بعدين ياخدوا الموافقات العادية أو الروتين، الموافقة الروتينية. يعني التأمين الصحي بيتطلب الاستقامة، قد ايه شعار ضروري وأساسي لكل الشركات؟ لكن الأعمال كلها طبعا اللي هي الاستقامة هي أساس كل شيء طبعا. كيف الاستقامة هون؟ الناس ما عم تاخد مصاري وبتهرب فيها. هي الاستقامة أكتر شيء إنه الإنسان وقت ما تكون أنت عم تخدم بدها تكون بالحالات الاستشفائية أقرب إلى الحالة الإنسانية، لأنه هيدا حالة استشفائية مش هي حالة مادية والتهرب أو التنصل أو منلاقي فجوة صغيرة تنحنا نخلص من موضوع. بيقدر كل إنسان أي حالة بتوصل له يخدها، يقدر يدرسها ويحاول يعالجها. في طرق كتير للمعالجة، في يمكن إذا بهالمستشفى كتير غالي لأي سبب في يعمل له ريكومنديشن مع نفس الطبيب، لأنه أيام الطبيب بيبقى بيستعمل مستشفى 2-3، بيقدر يحول الأمور ياخذ الأمر ويدرسه ما يرفض دغري. وهيدي هي نحن اللي بنقصده، هو المساعدة الفورية لها الإنسان وقت ما بحاجة لها الخدمة الاستشفائية. هيدي هي أكتر هي استقامة بالعمل أكتر ما تكون استقامة بشيء تاني. طبعا لازم تمن يفهمها أي إنسان بالخطأ. رح نشوف كمان هلأ عن أحد برامج الITN. شكرا. البرنامج الاستشفائي للعائلات والأفراد من ITN. ليبانون كير، لا ملف طبي ولا فحوصات طبية، لا سقف لعمر الانتساب، لا تحديد لعدد الأولاد. ليبانون كير، استشفاء داخلي وخارجي على جميع الأراضي اللبنانية. مع ITN عيش الصحة والأمان. ما في شك من هالشعار. استاذ نصور، بنعرف نحن واحد حتى لو كان مأمن ام حتى يمكن كان له فتره مش مأمن وكبر بالعمر، يعني صاروا بالخمسينات، صار هون السعر بيفرق وبنفس الوقت الرفض بيجي، يعني هون وين حقوق الانسان من ناحيه التامين؟ لكن اول شيء طبعا الاستشفاء بيلحق الاعمار على الايج فاكتور، في الى اعمار. بس نحن اللي منقول اللي
منشدد على او منطالب فيه انه هالجهات اللي بترخص للعمل الاستشفائي، نعم. بتعرف اليوم ان كان شركات او صناديق تعاضد او اي انسان بيتعامل ببرامج الاستشفاء لازم يفرضوا عليه انه تاخذ كل طلب بيتقدم لك، كل الاعمار تاخذها، مش انه في شركات بتصير بتنقي هيدا اوكي هيدا تحت العمر هيدا صغير، بصير ينقوا هالاشخاص اللي هي لنا مزبوطه بحق اللي عم بيقدم الطلب. انت مرخص تاخذ استشفى لازم تاخذ كل الناس والا ما تترخص، مثل الالزامي على السيارات، عملوا برامج لكل انواع السيارات والى اسعار، ان كان صهريج ان كان كاميون ان كان تريلر ان كان برايفت ان كان تاجير ان كان تاكسي، مع هالاشخاص بالاستشفى منيح. لا انت بتقول بدي اخذها وهودي الكبار بالعمر ما بياخذها، انا هودي عنده حالي، مع انهم اللي بحاجه للتامين بهالعمر. انا بقول هيدي بدها الجهات اللي بترخص هي تفرض على كل واحد بده يتعامل بالحقل الاستشفائي والبرامج الاستشفائية لازم يقبل كل طلب يتقدم له ويخدم كل إنسان إن شاء الله. وإلا الأمور ما فيك في مساواة، في حقوق إنسان، في شخص عم بيتقدم لك أنت ما فيك ترفضه، خاصة أن نحن ما عنا ضمان شيخوخة ببلدنا. هيدي أمور كتير، هيدي بدها جهد من كل الجهاز اللي بيشتغل بحقل الطب، إن كان من الوزارة إن كان من الصناديق التعاضد إن كان من جمعية التأمين من الوسطاء نقابة وسطاء التأمين، الكل بده يتضافر ويلاقي حل لهالأشخاص وما يصيروا يميزوا مزبوط. انت ايه وانت لا مزبوط. بنعرف انه نحن هلا الربيع العربي يعني طال وين مكان بالعالم العربي وعم بدق البواب، يعني ان كان ثوره ان كان حرب ان كان ارهاب ان كان كثير يعني في امور عم بتكون خارج عن الطبيعه. التامين هون وشو دوره؟ لك سؤالك كثير حلو، بدي افسر لك انه وهيدا ونحن خاصه بلبنان اليوم عندنا مشكل بس الناس ما بتعرفوا انه لبنان محطوط تحت الاكت 1752 whatever هيدا الاكت، معناتها لو صار هلا اللي عم بيشتري حرب وور واس ار سي سي منه مغطى لانه اخرين فيها تجي الامم المتحده او الدول ويقرروا يجوا يضربوا بلبنان، معناتها منه مغطى. نحن الموضوع اللي عم بيصير مثل خدي بالامم المتحده اخذ قرار يهجم على ليبيا بصير منه مغطى حتى صار هون ديكليرد وور حرب خلص ما في شيء مغطى، اذا ما في ديكليرد هون بيكون في تغطية. خلي بسوريا ما أعلنوا الدولة رسمية أنه في ثورة، متى الحرب هالأمور بعدها بتتغطى لا ما أعلنوها أوكي. لو كان في هل عم بيصير بس تعلن الدولة متى ما في شيء بقى مغطى، قصة إعلان يعني بشكل أوفيسيال رسمي أوفيسيال صحيح بس يعني جورج بوش أعلن الحرب على شو اسمه على العراق مثلاً. العراق خلص وقف التأمين بالضبط وقف التأمين هون خدي وقت ما الكويت العراق فات على الكويت هون التأمين دفع ليش لأنه فات وما كان بعد أعلنوها ولا حرب عوضوا لهم يعني انتم من تصريح واحد بيتغير كل الامور صحيح. يا اما تصريح حرب يا اما دخول مباشر صحيح بس لبنان لازم يعمل جهده انه يشيل الاكت اللي حاطينه تحت ال 1702 او whatever هذا الاكت هذا لازم ينشال لانه تقدر تصير الوور والاس ار سي سي بلبنان اوفيشالي مزبوط مغطايه هي هلا لو كانوا عم ببيعوها وماشي والناس عم تاخذها بس فيهم يعني يتملصوا فيهم يتملصوا بيقول له لبنان معلن اوريدي سلف ما فينا يمكن بيجوا بيعملوا اي شيء هيدا قصه شوي دقيقه التيروريزم الاكت اوف وور هيدي كلها تابعه لكوميتي بلندن اسمها وور كوميتي بقى كثير مهمه والناس لازم تعرف ينشغل هالموضوع بالذات نعم حتى بلبنان اذا بدهم ياخذوها يطلبوا من الشركات الضامنه يقولوا لهم ويف ذس كلوز اللي هو الاكت 17 whatever يشيلوه انه يطلبوا الديليشن انه منه اكتيفيت ساعتها على القليل بيضمنوا حالهم ما يكونش عم بيدفعوا اقساط وما عندهم الضمانه مزبوط بنصحهم فيه اكيد ما في شك ومعلوماتك هن اهم نصيحه عنا كمان بالبرنامج. اهلا وسهلا فيك استاذ توني نصور معنا واهلا وسهلا بالاي تي ان. اهلا شكرا مشاهدينا لهم تنتهي حلقه اليوم من حلو الحياه، بكره بيتجدد موعدنا وضيفنا بكره الموسيقي وعازف العود من الطراز الاول شرب الروحانه، كونوا على الموعد، الى اللقاء، باي باي.